الشيخ احمد جلال ابراهيم بيشارك في الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسيه. حقيقه كل الساده المستشارين وكل الهيئات القضائيه تشارك بمجهود كبير جدا جدا الحقيقه في الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسيه. الكل موجود في مكانه والكل موجود في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه على اتساعها وعلى سعتها. مش هيبقى موجود مستشار احمد جلال، هيغيب عن النادي لمده 3 ايام، هيشارك في الانتخابات الرئاسيه، هيبقى موجود للاشراف على احد اللجان الخاصه بالعمليه الانتخابيه، وبالتالي ان شاء الله باذن الله نتمنى له العوده مره اخرى للنادي بعد الثلاث ايام دول. عارف كابتن، عارف انه مستشار احمد جلال ابراهيم عنده ضغوط كتير جدا جدا، عنده مجهودات كتير، بيحاول يعني يعادل ما بين شغله وما بين كمان نادي الزمالك.